تروث اور دير، سؤال او حكم؟ السؤال. السؤال، بتاخدي كام في الافراح؟ كل الناس بتسال السؤال ده. اوكي. الحكم عايز ايه؟ هتجاوبي ولا تعرفي الحكم؟ الحكم، قولي لي الحكم عشان عايزه الحكم. ده مش هتجاوبي، ما بتفكريش. يعني لو قلنا لك امشي على الحيطه هتمشي، بس مش هتقولي. لا معرفش بقى، انت اديني الحكم وبعدين احنا نقرر. زغروطه طويله جدا. ايه ده؟ هو يا ساتر. اتفضلي حضرتك. انا بصي معرفش انا هقولها طويله ولا لا، انا هقول لك زغروطه. لا دي طويله يا انا طبعا مهتمه بالزغروطه الطويله، بس مهتمه بحاجه مش عارفه نقول يا ليل، فالناس الناس لو عارفه وحد مدي ايقاع عشان حسسك انه في فرح. ما احنا السؤال عن الافراح. تروث اور دير، سؤال ولا حكم؟ هاتي السؤال وهاتي الحكم. قولي ثلاث اسماء دلع ليكي محرجين جدا، ما بتحبيش حد يقولهم او يعرفهم. ايه واقولها عشان تتعرف والناس تبقى؟ ما هو ده السؤال. ما هي اسماء الدلع المحرجه بالنسبة لك؟ أو تغني أغنية كرتون بصوت طفلة صغيرة، يعني أغنية رسوم متحركة. الحكم. الحكم. مش عايزة أغنية رسوم متحركة بس بصوت طفلة. You and me together will be forever we'll see we do can be good company you and me just you and me. انت انت ملبوسه، انت ملبوسه. من هذه الفتاه اللي خرجت؟ ما اعرفش خرجت منين دي، عشان انا مش عايزه. ما كانش عندنا فكره انك بتعرفي تعملي صوت اطفال. طب بتعرفي تكلمي صوت اطفال؟ لا مش يعني اعرف اغني اكتر بصوت اطفال. انما طيب، فستان زفاف بلقيس كان حديث كل المدن العربيه لانه كان تقريبا الاغلى في العالم، كان مرصعا بالالماس والاحجار الكريمه. كم كان سعر فستانك يا بلقيس؟ هذا هو السؤال. الحكم بقى. انا الحكم مكتوب قدامي، ما اعرفش، ما اعتقدش انك هتعرفي يعني. ما جربيني. طيب. انا قلت السؤال زي ما اتكتب والحكم زي ما اتكتب برضو. تقومي باداء رقصه شعبيه من اي بلد عربي؟ يمني، خليجي. انا هعمل رقصه شعبي مصري. يا عقل يا بنتي. يا عقل يا بلقيس. سمعني يا ابني، عايزين نرقص شعبي بس مش هز وز. يا عقل يا بلقيس. يعني الفستان كان غالي للدرجه دي؟ بصي هقول لك على حاجه. بلاش المايك. كل واحد على قد لحافه يمد رجليه. انا بقى كان ما عنديش اغلى من ليله فرحي ان انا اتكلف في الحاجه اللي تخصني، عشان دي ممكن تحصل ممكن ما ترجعش تحصل تاني. يعني هي ليله العمر، خدت بالك؟ هي ليله العمر. انا بقى هقول لك حاجه الناس ما تعرفهاش. انا صحيح انا دلوقتي منفصله، الناس كلها تعرف ان انا بقى منفصله وعندي طفل. يعني انا ما ندمتش على فرحي، لا في فلوستان ولا في الارينجمنت بتاعه الفرح ولا في الرقص والفرح اللي فرحتهم في الفرح. يعني عارفه الناس كانت بتقول ايه؟ يا خساره فرحها اللي كلف كتير واخر حاجه اتطلقت. والله لا، مش خساره، دي كانت ليله عمر وانا عشتها بكل تفاصيلها ولازلت اتفرج عليها واتبسط. والله لا تصدقي ايه ده، في ناس بتقطع صور الفرح. ابدا، انا لسه بحب اشوف فرحي واحب افتح اليوتيوب اتفرج على الفرح واقعد بقى ابص في ديتيلز اللي ما كنتش واخده بالي منها وارقص بقى وكده.
لسه انا البنت اللي فرحها اللي زفها في الفرح صوت حسين الجسمي ماجد المهندس شيرين حضرت الفرح شيرين عبد الوهاب يعني كان فرح اسطوري. انا بحب يعني حياتي بكل الابس اند داونز اللي فيها وبكل الاخفاقات او نجاحات او اللي انت عايزاه كله حلو، كلها محطات من الحياه وكلها محطات انا بحترمها وبحبها.